الوقفه ديال اليوم اللي دعت لها الجبهه الاجتماعيه المغربيه تاتي لاسباب ثلاث. السبب الاول هو التفقير ديال الشعب المغربي، اذ لا يمكن ان نقبل على ان هناك 25 مليون فقير في المغرب. والسبب الثاني استمرار ظاهره الاعتقال السياسي، لا يمكن ان نقبل ان ما زال هناك في المغرب معتقلي حريه الراي والتعبير وكذلك معتقلي حراك الريف. النقطه الاخيره اللي ديال الاحتجاج هي احتجاجا على التطبيع والسياسه ديال التطبيع اللي كاين هنا المخزن مع الكيان الصهيوني. اذا ديال الوقفه مع الاسف كنا نطمح في وقفه سلميه للتعبير على الغضب ديال المواطنين والمواطنات على سياسه الحكومه، لكن مع الاسف ابى المخزن الا ان يبين على وجهه الحقيقي وجه القمع والتنكير بالمواطنين، لان هناك مجموعه من المواطنين اصيبوا نتيجه التدخل الهمجي ديال المخزن. وفي النهايه ديالنا هناك برنامج سيسطر عناوينه الثلاث الواضحه، ما مفكينش ما دام هناك اعتقال سياسي، ما مفكينش ما دام هناك تطبيع، وما مفكينش ما دام هناك 25 مليون مغربي فقير. ما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.